طب عايشين معاها طب راه معانا تقدر تحط بزاف تقدر تلحق عليك قبل تاكل فيك وما تاكل انت طب راه دابا حاليا كون كانت باقا وحاشك في لابوبيل كون خرج لك شوف الباحه قلنا ثلاثه كنديروا غير الدواء كنجيبوا عكينه ديال 5 دراهم من سوق السبت باش كنقتلوها تنسمع التقرقيب عندنا العاوت يضرب برجلو نط تلقى الشفار تيقطع في البوطه بالتيو حطها وحط الكوكوت بغا يدير معان يعطيو الزوافريه جيراننا شدوا الزوافريه شدوا الزوافريه على الجد حنا مالنا حقرونا علاش حنا مالنا حنا ما حناش مسلمين مالنا ما حناش مالنا منين جينا حنا منين طحنا حنا راك تيقول الناس يروحوا لوالدكم يتشمكروا يمشوا للحباسات منين غيخرج ولد من المدرسه وغيجي ولا قدر مريبه فين يمشي غيبات في الزنقه يا ريت ضيع ما يبقاش يقرا غيمشي للتشمكير انا مواطنه مغربيه كنسكن في تماره رقم الدار 921 العثماني بوشرى حدا المقاطعه الثانيه ديال المسيره واحد ديور الصفيح اول دوار في تماره اقدم دوار اقدم ناس هما حنا كطلب من المقاطعه من السرجم كتلقانا حنا عندنا الكوارع عندنا هادي من الناس القدام 50 سنه وحنا هنايا حنا خويا صابرين للشتا صابرين للصاد كتجي الشمس كتحرقنا كتجي الشتا القصدر كله كيسيل كيقطقط دابا راه كون سالت الشتا راه ما غاديش تصور معايا كون عليا قال ما غاتصورش معايا طب عايشين معاها طب راه معانا تقدر تحط بزاف تقدر تلحق عليك قبل تاكل فيك وما تاكل انت طب راه دابا حاليا كون كانت باقا وحاشك في لابوبيل كون خرج لك شوف الباحه قلنا ثلاثه كنديروا غير الدواء كنجيبوا عكينه ديال 5 دراهم من سوق السبت باش كنقتلوها حنا من الناس الاوائل مخلصين مليون كانت تما باقي فيها غير الدرك ما كاين لا سقايه لا روبيني لا ضو لا ما لا حتى شي حاجه كنسقيو غير من البيار باش غادي نشربوا قطره ديال الماء كنضوي بالشمع انا كنهضر معاك قريت في 11 يناير اعداديه 11 يناير هي اول اعداديه في تماره كنقراو غير بالشمع كتنوض في الصباح كتمشي الاعداديه كتمرك تقرا مع ولاد الناس الاوبا وانت كتابك كله عامر قطره ديال الشمع خرجت من القرايه لظروف عائليه كملت باش نعاون والديات انا مشيت درت لي سطيه خدام درت خياطه كنت ندير شابت شين في شركه ياك اخويا في 2005 داز الاحصاء تحصيت انا مع والدي مطلقه ياك جات الاحصاء الاخر تحصينا كايتو الناس ما عيطوش علينا دازت شحال ديال القرعه تعطات شي 800 ديال البارطمات ما عيطوش علينا هاد القرعه الاخرى دابا تقريبا شي 10 ايام عيطوا على الوالد ديالي عيطوا على الوالد ديالي بوحديته عطاوه السف ليا واش عباد الله عيطوا على الوالد ديالي بوحديته وهو عنده 8 نفوس ولا 6 نفوس اللي عايشين معاه وعزاره وكاين واحد على الباب ديال الدخله ديالو على الدخله ديال الباب هذاك الباب الاصلي ديال الزنقه عفوا راه ما كانش هذاك الباب درنا حنا الاسباب لظروف ديال التمسخيط اللي كاين في الزنقه كاين باش السكريه المضاربه الجناوه كاع المصايب الكحله كاينه راه كتشوفنا على الدخله دايرين شحال من الكلب علاش دايرين دوك الكلاب باش يحميونا حيت لو كان ما درناش دوك الكلاب حتى شي حاجه واحد الليله ما كانوش الوالدين ديالي كانوا في جنازه بجنازه تنسمع التقرقيب عندنا العاوت يضرب برجلو نط تلقى الشفار تيقطع في البوطه بالتيو حطها وحط الكوكوت بغا يدير معان درنا داك الباب باش نحميو نفوسنا اما الباب الاصلي ديالنا ها الباب ديالي انا الاولى ها الباب ديالي ها الدخله ها البيت ديالي ها الكوزينه ديالي الكوزينه ديال دارنا راه هي لداخل ها البيوت اللي دخل شحال من بيت تشوفوا لداخل عيط على الوالد ديالي بوحديتو انا عندي ولد راه هو عنده 23 سنه هذاك الولد فين غنديه انا واش غنلوحو للزنقه نخليه يتشرد واش ماشي مواطن ماشي من حقه الاستفاده او ما اصلا العزاره قالوا العزاره اللي كبار استافدوا
كارطونه جمعنا فيها كاملين. انا مواطنه ماشي لاجئه ولا جيت من شي قنص، انا 50 سنه حنا ساكنين كبرت هنا تزايدت هنا ترى راسي انا عشت مع طوبة عشت مع المشاكل عشت في ظروف ليا قاسيه خاصني نستافد. ما طلبتش شي حاجه ما طلبتش شي حاجه ليا مستحيل. هاد القاده جديده المشكل اللي طاحت فيه هي اصلا ما عارفاش انت يلا جات جديده ماشي بزاف هي ما عارفاش اللي ساكن واللي ماشي ساكن هي ما عارفاش الناس الاقدميه هي كون قص واحد الفتره اللي غتخرج والدور وتشوف غتعرف الناس الاقدميه هي اصلا ما عمرنا ما شنا منها العيب ماشي غادي ناخذ التقليد ديالها ولا هادي ما عمرنا شنا عيبها ولكن باش غتمشي وتناقش معاها ولا كذا ولا هادي انا دفعت لها انا شخصيا كنحكم على راسي وكنقول وكنتحمل مسؤوليتي دفعت لها راريز ديال الناس اللي هما قدام كاين باقي ما جاوبوناش عليها ديك الناس باقي ما جاوبوناش عليها انا من الناس قالوا لنا ديروا شكايات الناس اللي ما عيطتوش عيطناش عليهم ديروا شكايه انا ما جيت انا راجع نفسي لقيت راسي هذيك الشكايه علاش غادي نديرها واش انا لاجئه ماشي مغربيه منين جيت ما ساكناش ما عنديش واتا كيدلو بان ساكنه انا هنا خرجوا شوفوا وين ساكنه ما ساكنش انا راه كبرت هنايا ما دايرين حتى شي جمعيه حنا كاينين الدوائر دايرين جمعيه حنا ما بغينا لا فوضى لا شي مشاكل حتى شي حاجه ما الناس راه مدخرين جمعيات حقوقيه انسانيه وداكشي كتهضر عليها وهادي حنا قلنا لا داعي لديك الفوضى داروا الناس مظاهرات داروا مشاكل كان الناس تجمعوا باش يهضروا على حقهم ماشي يديروا مشاكل باش يديروا الفوضى هادي باش يهضروا على حقهم انا من ضمن الناس اللي سالين من ما درت لا لا ما درنا لا وقفه لا هادي حنا راني الناس اللي ما درناش الوقفه ما درناش صداع لا هادي لا هادي دفعنا لا ريس ليها كان الرساله ديالي الله ياخذ فيهم الحق هادشي غادي نقول انا غنقولها بوضوح حنا بغينا كاع اللي غيتعدى علينا وغي كبرنا هنا وشرفنا هنا وكبرنا ولادنا ولادنا غيمشيو للضيع وللزرقه وللتشمكير عاد شنو تيقولوا لنا في مدارك تيقولوا لنا سيروا خلوا ولادكم يتشمكروا يمشوا للحباسات من غيخرج ولد من المدرسه وغيجيو لقى دارهم مريبه فين يمشي غيبات في الزنقه يعني الضيع ما غيبقاش يقرا غيمشي للتشمكير المسيره جوج حنا كاينين هنا ما الناس خلصت حنا ما لقينا باش نخلصوا دابا عندي جوج ولاد واحد عنده 32 سنه في عمره واحد عنده 26 دابا عطاو لابهم بوحدو البرطمه واش البرطمه غندي معايا جوج عزاره واش جوج عزاره غاديين ما يتزوجوش هذاك مول 32 سنه راه قرانهم مجوجين ما لقى فين يتزوج هما حالو برا هما حالو برا هباب بوحدو علاش يعطيو لبوه تيقول لك ولادي انا جوج ولاد مجوجين ما حالتهم بوحدهم بعيالاتهم عازلين عليا ما كيسكنوش معايا انا الناس هنا جيراني سكنوا غي 10 سنين 4 سنين 5 سنين واستافدوا احنا التمارق تزهزت علينا احنا كنتسموا ودايه ماشي براني هنا ولدت ولادي هنا وكبروا هنا فؤاد زايد هنا وكبر هنا عنده 32 عام في عمره معاد عنده 26 كابر هنا وزايد هنا مولود هنا عندي الحل المدنيه عندي لاكارطات عندهم كل شيء ما عطاوهمش عطاو للزوافريه وقالك حنا ما تنعطوش للزوافريه عطاو للزوافريه جيراننا شدوا الزوافريه شدوا الزوافريه على الجد حنا مالنا حقرونا علاش حنا مالنا حنا ما حناش مستلمين مالنا ما حناش مالنا منين جينا حنا منين طحنا حنا والله يهديهم علينا الله يهديهم علينا الله يهديهم علينا هادشي اللي غادي نقولوا لهم والله يعيش لينا سيدنا ولدي واحد ساكن معايا لداخل واحد ما حالو بوحدو واحد مولا 26 معايا لداخل مولا 32 بوحدو غنوريك ما حالو هو برا فين غادي يمشيو هاد العزاره برطمان غندي معايا جوج عزاره هاد العزاره ما غاديش يتزوجوا راه كبروا هادو راه هذاك مولا 32 خاصو يتزوج يعني 50 عام انا 50 عام وانا هنا الساعه اللي سكننا هنا وليدي باقي عاد درك باقي ما كاين لا تزهيز لا والو القياد بلا اعداد فوق سته القياد اللي دازوا هنا وحنا هنا الساعه اللي جينا حنا ما كاين حتى حاجه ما كاين لا تزهيز لا والو كاين عاد درك وجرادي هاد المسيره واحد كانت كلها فيها جرادي والدرك كان فيها على بلال الله يرحمه كان فيها واحد الراجل اخر الله يرحمه كان واحد الراجل هاد الجهه الله يرحمه سقيت من البير ديالهم تعييت واخا بقينا صابرين ماشي مشكل وعلاش حنا ما يعطيوش الاولاد كاينه دابا القايده القايده جات عف في هادي سميتها
عي ملي ولات كورونا عاد جات، كان علينا القيد عادي قبل منا. غير السدرة والله يهديهم علينا، حنا ما عمرنا شافوا عيبنا ولا شلنا عيبهم، ما عمرهم وصلونا ولا حنا وصلناهم بالخير والحسن. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.